بص هتقولنا بعيله عيني. الله الله عليك. خليهم مفتوحين بقى كده كده معاك. خليهم مفتوحين. ورينا هتعبيهم ازاي بقى الطريقه. لا ما انا قلت لك حط العلبه كده ورا. الله الله يا ابو تريكه. ده بيطلع بيطلع الكسكسي الدور الثاني وينزل في العلبه. الله لا واحده. الله 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 عليك. الله حرف الكسكسي يا بيه حرف. زود سكر. قولوا له زود سكر يا شباب. هو ده هو ده. مره ثاني بقى. انا حاكمك بقى. انا عارف انا عارف ضربتني بس مش مهم. لا تمام تمام خلاص تمام. عايز حبه تاني زي دول؟ قلت لك على لبن يا باشا. حط اللي انت عايزه. حط اللي انت عايزه بيه. حط ساعات الباشا. لا 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 ورينا ورينا بقى. ورينا الشكل ورينا الشكل بالشرقاوي على اولى. الله عليك يا باشا. صل على النبي وانت بتعبيها. عليه افضل الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. اهي اهي كمان. اهي اروح فين اهي؟ هو ده. الله اهو. الله 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 الله. ايه ده ايه ده ده فعلا ابو تريكه. ايوه يا باشا. ما ابو تريكه في الكسكسي. والله يا جماعه هنا بصوا حريف. انا عمري ما شفت حد كده. الله وفعلا بيجيب جون بس مش في الملعب. بيجي في العلبة. شوية اللبن السكر بتوعك الجمال كمان حبة اللبن الحلوين. الله شوية السمنة البلدي. ها اه ده عشان نظبط بقى وش العلبة. اه الرجالة هنا ايه كمان 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 يا بقى. الله 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 عليك الله عليك. اقعد هنا ملك الكسكسي في المنطقة والمناطق المجاورة. خلي عليا يا باشا. عايز اعرف بقى عايز اسألك بقى عن بداياتك كانت امتى وسر حبك للشغلانه. والله يا صاحبي انت برضو بتعملها بحب. اه انا من يوم ما بدات على وش الدنيا. ماشي يا باشا. الف انا وشوف عم جميل. الف انا. قول لي الصباح حلو بجد. احلى بسكوت اللي انت عايزه. ده كده يا باشا. ده بياخد كام عشان الولاد؟ لا ده المعلم بتاعي ده بحسبه له بريز اهي 10 جنيه. ورينا بقى احلى طبق ممكن في بلاد الوقت. ايه احلى طبق؟ عايزين نشوف منك انت طبق. تعرف ان في حد بيجي ياخده مني كده بمزاج. في ناس بتاخد تاخد مني طبق اه من غير سكر ولا اي حاجه وتحط عليه خضار في البيت ولحمه ومرقه. اه بيتعمل على الكسكسي. اه يعني زي ما انا ببيعه حلو ببيعه حادي. اه يعني زبون بيجي ياخده مني بيعمله هو حادي في البيت. هو بقى يظبطه في البيت. اه بس الماتيريال عندك. اه طب نشوف كده طبق نسميه القنبله. ورينا القنبله. الله عليك الله. هو ده هو ده باشا. اول مره اشوف كده في الضرب. ديك الطبق ده ضرب للكسكسي. الله لازم المسحه النظيفه طبعا كده. المعلقه بالطبق وينزل بقى اطلع لفوق انزل. الله هو طبعا ده. طبعا تعال تعال. الله ود. الله 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 يا باشا. هو ده هو ده. خد تعالى الطعم حلو. اقف جنبه كده. اقف جنبه وقول لنا الطبع حلو بجد. اه والله ربنا يخلي كل يوم طبعا. لا طبعا حل صوت اللي بيميزه ان مفيش زيه. مفيش زيه فكده. اللي بيميزك مفيش زيه. اه الله يخليك. اه ادينا بقى. الله الله السكر ده. اه طبعا يا عم السكر غالي. انت ايدك يا عم ولا يهمك اهو ولا يغلى عليك. ايدك فرطه ولا يغلى ليه؟ ولا يغلى عليك يا عم بنا ولا يغلى عليك. الله ده سمن بلدي طبعا. اه طبعا ما دام بتنقط ما انت هتدوق هتقول لي. اه ايه ورينا كده. في لبن؟ والله لبن طبعا. ده لبن ده زيادة كمان طبعا يا عم. ولا هو ده. الله هي. هي. الله على الجمال. الله على الجمال. انا عندي اغلى منك. ايه ده فيك؟ ايه ده انا عندي اغلى منك. الف هنا وشفا واحلى طبق. عايز اسالك برضو عن تفاصيل يعني عملك للكسكسي. انا عمره تفاصيل عملك للكسكسي ايه؟ يعني بداية شغلك اول وقفتك احكي لي عن اول يوم من عملك في مكان. اقول لك على انا جيت هنا لقيت ابويا واقف على العربيه دي. اه جيت انا من ايه هي العربيه دي؟ اه يعني غيرت كانت لها تاندا و ماشي بس نفس طبعا. رحت وقفت في اسكندريه في خالد بن وليد. قعدت مثلا بتاع سبع في اسكندريه خالد بن وليد. دي حته اكيله قوي. وقفت هناك عند كشري التحرير. عند كافيتيريا ام هاشم.
عند السوق بتاع السمك جوه في خالد بن وليد. ايه اللي بيميز لقمتك عشان تخلي الناس تحبك؟ يعني هي عشان انا مشيت على البرنامج اللي ابويا وامي كانوا ماشيين عليه اللي هو الحاجات البلدي. والدتك كانت بتعمل كسكسي برضه؟ هي اللي معلمهوني طبعا. اصلا مش بقول لك، وانا بقول للناس امك ام اللي عاملاه. ام اللي انت بتقول للناس ايه؟ ام اللي عاملاه. حد الست لا يعلى عليها طبعا. الله يخليك. الله 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 يخليك يا معالي الباشا. ايه يا باشا؟ تعالى يا باشا. احلى طبعا. عبي يا بيه عبي. احلى طبعا. ابو تريكه واقف على عربيه كسكس. يا باشا تنورنا ونورتوني والنعمه. يا بيه عبي. الله على النبي الاول. الله يرحمه ويسام. الله يرحم موتانا. هو ده. الله. ايوه كده شغل الشوف. هو ده يا باشا. الله. بجد مختلف عن اللي صورت معاهم قبل كده. الله يخليك يا باشا. الله يخليك. الله يخليك يا معالي الباشا. طبعا بتجيله كتير. ده من ايام ابوه. ده يا عم ايام كان بيجيب سيرم فيسا. بتجيله كتير؟ اه سيرم فيسا قبل السيرم فيسا قبل عدين هنا. لا ابويا كان بيوقف سيرم فيسا برضه. وقفنا هناك بتاع 40 سنه في ميدان السيرم فيسا. طبعا. الله عليك. الله عليك يا عم عوض. جميل. طب قول لي يا عم عوض، حلمك ايه او طموحك ايه مستقبلا؟ يعني نفسك تفتح يبقى عندك محل بدل دي حاجه. ده رقم واحد طبعا. معالي الباشا طبعا. هتقولوا لنا الطعم حلو ولا لا يا جماعه؟ طبعا. ايوه اكيد عمي اكيد. جيت لك بص انا ايه شغل بتاعك. يلا معلم. الف انا شيف. قول لي بقى حلمك ايه وطموحك ايه بعد كده؟ هو طبعا اي حد يتمنى ان هو يكون عنده محل طبعا حلو كده وجامد. مش عيب طبعا. واحلى من ده كله الستر. العربيه هو الاساس طبعا. ده انا اعلقها برواز كده على الباب بره. انت بتتكلم في ايه؟ ما شاء الله. اعلقها الريحه باينه بتناديك من بعيد. ربنا يخليك. وانا موطي النار كمان شويه. كمان موطيها كده. عايزك تقول لي ايه الحاجات اللي بتميزك عن غيرك؟ الخدمه اللي هي الصنعه بتاعت عمايله. ما حدش بيعرف يعملها. ولا الماتيريال؟ الصنعه اللي هي مثلا لا 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 ما انا بيجي لي زبون ياخد كسكسي وسكر بس. بس ده اللي هو الكيف. هيعرف يطلع العيوب اللي فيه. انما لما يكون مثلا هو صنعه عمايله نفسها صح، ظبط ميته في العجين يطلعها لك صح. بتاخد راي العملاء يعني؟ في واحد اكل بتقول له طبعا 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 الحاجات دي طبعا. ممكن زبون يقول لي النهارده مش قد كده. ابتدي انا ما بيني وما بين نفسي اعرف عيوب اظبط نفسي اظبط البرنامج بتاعي. اظبط حالي. الله عليك كده. الله يخليك. اشكرك جدا على هذا اللقاء. متابعينا الكرام متابعي صوت الناس شكرا لكم والى اللقاء.